وثلاثة فوز لفريق الأولمبي البلجي. وهذه هجمة لامين با الماني في الهدف الأول، الهدف الأول للأولمبي البلجي عن طريق محمد لامين با الماني. شويخ 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 بزز لاعبين ممتازة في دار الدفاع، ما فيش تسلل، تسلل 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 وهدف، هدف الثاني للأولمبي البلجي. والهدف الأول هدف مباغت من عبدلي، تصويبة يسارية في توقيت 26 دقيقة لعب. بن علي راهو حسين بن علي يلعبها ممتازة جدا لين دو حسين، والهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. ومعاهم البلبولي المحيرسي يصوب المحيرسي والهدف، جول ممتازة جدا، ممتازة الكرة، ممتازة المخالفة، والمحيرسي ذلل الفارق. حملوني ثم مقطوعة وضعها للزيد، يحاول التصويب والهدف الأول للاتحاد الذي ببنجلدانا، تصويبة قوية لم يجد لها الهيدي قالوا الحل. الجورني و دياكيتي نتبع مع بعض الركنية والهدف، والهدف الأول، هدف التعادل، التعادل للنادي الذي السفيقسي من علي غرامة. معي دياكيتي يدخل منطقة العمليات، ماذا يفعل؟ يعمل باسور تري والتصويب والهدف الثاني، الهدف الثاني لفتى النادي الذي السفيقسي عن طريق الغيني محمد كانتي. الكرة الافريقي مخالفة منفذة رأسية الأولى، هدف أول، هدف أول في المباراة. نادر الغندري يفتتحها لنتيجة للنادي الافريقي. السلامي لاري العزوني مرفوع الكرة الرأسية الأولى، الهدف الثاني، الهدف الثاني في المباراة. شهاب العبيدي يضعف النتيجة للنادي الافريقي. الكرة في التماس يضطر انه يخرج الكرة، تنفذ الكرة في منطقة الجزاء. علي العمري هدف ثالث للافريقي مباغتة. لاري العزوني يفتتح النتيجة للنادي الافريقي. سعيد السيبي باش يتم تغييره، والزهير الثوادي والهدف الرابع، الهدف الرابع للنادي الافريقي في 26 دقيقة في الشوط الثاني. الكرة من صابر الهمامي، الهمامي يفتح الزاوية ويسجل، يفتح الزاوية ويسجل، قلنا فرصة هدف خطيرة. الكرة للاتحاد الرياضي بتطاوين صابر الهمامي في الوقت البديل.